هل توضع الزكاة في المسجد كأغراض عينية؟ أهو أنت تزكي عن ماذا؟ زكاة الفطر؟ نعم، نحن نستقبل زكاة الفطر طعاما، ثم نضع الطعام في مدخل المسجد، والقائمون على المسجد يوزعون تنظيمه على الفقراء والمساكين، لأن طبيعة صدقة الفطر الأصل فيها أنها تكون طعاما. فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، لكن بخلاف زكاة المال الأصل أنها مال نقود، فلا تخرجها طعاما إلا إذا وجدت فعلا مصلحة ظاهرة أو حاجة بينة للفقير فبتطلع القيمة. فيختلف الجواب باختلاف عن أي صدقة تتحدث أو عن أي صدقة تتحدثين، رعاكم الله.